بالنسبه للميزانيه الزيت درنا شراء سياره فيها 640000 درهم، وشدها الاصل الدين امتدت ملايين و 192873. سياره غنعوضوها بالتسجيل، يعني من 200 من 896 فاصل 150 درهم ل 396 يعني طاقة جنيه ديال الدرهم. كاين شي مناقشة الإخوان في البلاد، يعني كانت غير زايدة هذه ما كانتش كتدخل. بخصوص الفصل 40 10 26 مت عندك بمنتوج كلا المحلات التجارية، كان الاعتماد السابق مفتوح بميزانية 1.2 مليون و896 و150. هذا الاعتماد لقينا بأن كثير بزاف، بأنه كيضم حتى هذوك المتأخرات داك الشيء اللي كيتسال المحلات، في حين أن الميزانية خصها تكون سنوية، بمعنى حيدنا 2 مليون ديال الدراهم اللي زايده، بقى لي 396 و 150 الف درهم اللي كتهم الكراء ديال المحلات بشكل سنوي. شنو زايد اشهر؟ ياك؟ اذا الباقي اللي غيكون الفائض اللي غيكون انت هو اللي تغير. واه كنت فاهم دابا المداخل تزادت. إذا ما هو المقصود الباقي اللي كاين الباقي الفائض غير حقيقي ديال شهر 10 دابا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى صاحب الجلالة أمير المؤمنين سيدنا الرسول الأمين آل من الوطن والدين دام لكم الجزي والتمكين والرفعة والشهداء والنصر المبين. بمناسبة عقد المجلس الجماعي الاجتماعي دورة استثنائية في 17 يوليو 2024 على الساعة 9 صباحا يتشرف خادمكم وموقع رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجماعية أن يرفع إلى السد العالية لله أصالة على النفس والرياضة من كافة أعضاء المجلس الجماعي وسكان المدينة قاطبة تستحضروا للطاعة والإخلاص والوفاء وأسماء آيات التسجيل والشكر والامتنان المشروع بالولاء الدائم والتثبت بأهداف العرش العلوي المجيد. حفظكم الله يا مولاي لما حفظ به الذكر الحكيم وأبقاكم على هذا الآمن لهذه الأمة منارا هذه يضيء طريقها ويوجه خطاها وحسنا حصينا بسيادتها وعزتها رائدا قائدا لأمجادها ومظافرها ونبعث الهام لها وسددا خطاكم وعزز مسعاكم واحاط جناتكم بالعنايه القردانيه رابدين في سراب العزه والمجد مكلفين باكاين التهيين والانتصار وحفظ ولي عهدكم الامين ولي الحسن واخاكم صاحب السمو الملكي ولا يرثي وكافه ال بيتكم اسرار مظهرين انه تعالى سميع مجيب الدعاء والسلام على مقام العالي بالله.